بتاريخ 15 أكتوبر 2004 عرض في هذا البرنامج تحقيق عن عائلة حطوم كان فيها الكثير من المآسي المعيشية، غير أنه سقط سهواً تقرير أو تقديم رسالة شكر في هذا التقرير، أصر إبراهيم حطوم على إيصالها واقتضى التصويب في ذلك. تقرير مارية يونس، تنفيذ رنا ظاهر. سيما كان عمري 10 اشهر، بس بالسكر صار لي 5 سنين مريض بالسكر. بنولي بصير يعلى السكر معي بالتلاسيميا، يعني بس يعلى بصير بدي دم كمان، كل شهر بعلق دم. من هون 10، من هون 5، من هون 25، هاي 10 سنين. الفقر مش عيب، بس لما الفقر بيولد الجوع والجوع بيسبب اليأس، معذور الفقير إذا صرخة اليأس كانت أعلى من كلمة الشكر. نحن نقلنا هالصرخة، وناقل الكفر ليس بكافر. يوم أنا وليد لتوزيني بهالكلمة، معلش أنا وليد وقاد شو ما كان، طلعنا على 3 أيام نمعس بنادور على خبز المتعشى والنوم محمد رفع. يعني وقت بفضل بقعد بلا اكل، وكون ممنتله بس اجار الطريق لينزل، يقدر بس يجيب الدواء ومن بعد، يعني اني بتحمل بس هو وضعه ما بيتحمل. عباس عقليا بمر، يعني بيركزش. تشكر الست منى الهراوي على مركز الرعايه الدايمه على الدواء اللي عم تقدمنا اياه. لما بعتمة الفقر تمتد إيد بتحملنا شمعة أمل، ندعي بالخير لأهل الخير، ومنضم صوتنا لهالصوت يلي رح تسمعه. أنا لحد هلا شو ما عملت تجاه وليدي بحس حالي مقصر. مش كل شيء المصاري، أنا بتمنى إنه يعني كون عايشين مثلنا مثل أي واحد. بطلب من الله يعطيني لحتى بس خليها تروح تحج، هاي أهم شيء. بدي أذكر بأنه هالروبورتاج من تنفيذ رنا ظاهر، وروبورتاج أمس أيضا بحلقة المايسترو جورج إرضيحي كمان تنفيذ الروبورتاج كان لرنا ظاهر. مادونا، بعرفك أنه قلتي لي كنت شايفة هالروبورتاج بحلقة سيدي الأولى السابقة منى الهراوي. شو بتحسي مادونا وقت تشوفي هيك حالات؟ هيدي الحالة يمكن وحدة من بين ملايين بالعالم العربي. أكيد في كثير بلبنان ناس جوعانة، ناس فقيرة، وانا كثير بزورهم بحبهم، واللي بقدر بعمل لهم اياه بعمل لهم اياه. شو فيني انا اقدر اقدم لهم؟ بعدين بتشكر ست منى الهراوي على هالانسانيه اللي فيها. انا من قبل ما انا لما كانت رئيسه، يعني وزوجه فخامه رئيس الجمهوريه لياس الهراوي، وجه لهم تحيه هالعائله الحلوه. انا بحبها كثير لست منى. بعهد الرئيس الهراوي أنا كنت كتير مدللة، وبعدين بتعرف تقدر الفن كتير منيح والفنانين، وساعدتني كتير، وكانت مطرح ما في مكان تقدر تحطني فيه بمطرحي بصحني مثل بقوله. كانت بالعهد الحالي ما تتأخر أبدا. عهد الرئيس أميل لحود، يعني كمان بوجه تحية لفخامة الرئيس الجمهورية، بقول له مبروك على التمديد، كمان للرئيسة زوجته. بس إنه يعني أنا بنت المتن، وعاد لازم أتدلل لأنه هو كمان من المتن، فبعد يمكن ما حصلت الفرصة، كان مشغول بالسياسة أكثر. فإن شاء الله إنه هالتمديد بهالفترة الجديدة إنها تكون خير للبنان،
وعطاء أكثر وانتباه للفن اللبناني أكثر. مادونا، أنت برأيك إنه الفنانين إذا أرسلنا كاميرا مايسترو بيعملوا قصتي قصة؟ بيعملوا تقارير قصتي قصة في فنانين؟ إذا كانوا صريحين ومعودين الناس على الصراحة مثلي، بحبوا الحقيقة، أكيد إنه بيحكوا بصراحة وبيقولوا قصصهم، لأنه مش عم بتألف قصص، أنت عم تحكي قصص واقعية منبع من القلب. إذا أنا يعني حطيت كاميرا بأمام مادونا، نعم، قلت لها يا ليدي بدنا نصور معك ريبورتاج ما نحطه بقصتي قصة، أنت والكاميرا بينك وبين حالك صور لك. صوري؟ إيه، ليه ما بصور لك؟ أصور لك قصة. الفنان بيمرق بمراحل كتير بحياته، أب أند داون، وبيمرق كتير إشي عليه مع خبرته بالسنين ونضوجه. وبعدين بتعرف رحلتي ما كانت يوم ويومين، 25 سنة عطاء ما كانت هينة، وما كانت هينة، وبأيام صعبة مش مثل أيام الفن اليوم السهل إنه واحد يوصل ويقدر يعطي اللي عنده. إيه، فأكيد إنه بيكون عندي كتير قصص إني أخبرها للناس. في أشياء بتتخبر، والنصر بيكلف كتير تتربح بالحياة وتنجح، بتكلفك كتير أشياء مخباية وأشياء بعدها مفضوحة وأشياء بالقلب بتضل جوا ما بتقدر تقولها. قديشك متأثرة بكلام عاصي الرحباني ومنصور الرحباني؟ أنا أول شيء ربياني بيناتهم وبحبهم، وتلميذي كنت نشيطة بعائلة الرحباني، بتجمعني فيهم محبة ومودة وصداقة وقرابة، وبحترمهم، ومدرستهم كانت كتير بالنسبة لإلي شغلة مهمة. تعلمت النظام أكتر، تعلمت اني كيف اتعامل مع الناس، مع الفنانين، مع زملائي، مع المسرح. المسرح مش شغله هينه، انك تعيش سنه بقلب كواليس مع نفس الوجوه، تعطي نفس الدرس كل يوم، انك شغله. مدرسه الرحباني مدرسه كبيره، ونيال يلي بيمرق بصفوفها، لانه انا اكيد اذا كان مركز مزبوط وبيعرف شو بده بيطلع بنجاح وبيستمر. أكيد برأيك مادونا اليوم كل اللي عم يوقفوا على المسرح يعرفوا قيمة المسرح وبيحترموا المسرح؟ لا طبعا، مع احترامي لكل الفنانين، كلهم عطاءاتهم حلوة، كلهم بحبهم، كل واحد لون. أصلا لبنان هو معطاء، وهو بيسطر فنانين لكل الشرق، لكل الدنيا. فبعتبر لبنان أنا شباك تفتح منه بتشوف نور الدنيا من الفن اللبناني، من الحضارة والثقافة. بس في ناس بيقدروا انه يعرفوا المسرح وقيمته، في ناس اخدينه مصلحة، عرفت كيف؟ مش رسالة، يعني شغلة المقلوب. ما بدنا نحكي عن غيرنا، نحكي عنا. رح نحكي عنك ورح نحكي عن غيري. انا مش جاي لأحكي عن حدا، لانه ما بحب احكي عن حدا، بعطي رأيي المحب. بدي ياخذ رأيك المحب. بحب رأيه ورأيك كتير. بموضوعية أكيد، مثل ما عطول أعتدنيك يعني بعد خبرة. يعني إذا أعطيت رأيي مش غلط، ولا أنا مين تكون لدين غيري أو لأعطي رأيي بغيري بكل تواضع وبكل ثقة. بقول لك إنه إذا لحقت وعطيت رأي إنه يكون يقبلوا بمحبة، لأنه خبرة الإنسان مهمة. إذا واحد عطى ملاحظة محبة لفنان أو لزميل أو لصديق، خاصة إنه مادونا صاحب التجربة غنية. رح نوقف لتاني مرة مع الفاصل الإعلاني، رح ننتقل من بعدها لنعزف نحن ومايسترا الليلي على الوتر الحساس. إن شاء الله. حبيت الوتر الحساس؟ كل شيء حبيته بالبرنامج، خصوصا أنت كنت كتير مهضوم، أسئلتك مهضومة، سنة أحسن من هديك السنة. حبي أكتر. إيه، ما تهجمت كتير عليهم. كنت بتقدر يعني، بس كنت هيك سلس. وأنت اليوم جاي بلوك غير السنة الماضية. إيه، حبيت اليوم ما أعمل دعاية ولا لأي مصمم أزياء. حبيت إنه يكون لبنانية رمضانية بالتراث اللبناني من الارتيزانال اللبنانية. حبيت إنه يكون بكل تجرب بطبيعته، وأكيد شعري ومكياجي بشكر سالون ليليان ياغي وماري وشربل يلي اليوم جمالوني، وكمان إن شاء الله ليليان ناجي، كمان ليليان مهضومة، شفتها ورا الكواليس كمان مهضومة، إن شاء الله يكون لنا حظ بعدين. طيب لهون رح نتوقف فاصل وترحس. ترجمة